السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، نبدأ درسنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم هو تدريب مأخوذ من درس رأينا وردة في قراءة الصف الأول. تعلمنا في درس رأينا وردة أنواع التنوين. التنوين ثلاثة أنواع: تنوين الفتح مثل كلمة وردن، وتنوين الكسر مثل كلمة وردن، وتنوين الضم مثل كلمة أرنب وزورق. الكلمات التي تحتوي تنوين في هذا الدرس هي وردن، قطارا، زورقا، هذا تنوين الفتح. وردن، قطار، ورق، هذه تنوين كسر، في أسفل الكلمة كسرتان. تنوين الضم مثل كلمة أرنب وزورق. هناك أخطاء شائعة يقع بها الكبار قبل الصغار، لا يفرقون بين حرف الإن الذي هو حرف النون، والتنوين، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر عند كتابة الإملاء. هناك أخطاء شائعة يقع بها الكبار والصغار، مثل كلمة شكرا تكتب بهذا الشكل صحيح، عليها تنوين الفتح، هذه الكتابة خاطئة، تكتب بالنون خاطئة. التنوين يكون على الأسماء فقط، التنوين يكون على الأسماء فقط، مثل قطارا، وردا، زورقا، أرنب، ورق، يكون إذن التنوين على الأسماء فقط. التنوين هو تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تكتب في نهاية الاسم، نون ساكنة ليس لديها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، هذه النون تنطق في نهاية الاسم ولا تكتب. النون الساكنة تنطق في نهاية الاسم ولا تكتب، هذا هو التنوين. أكرر مرة أخرى عزيزي التلميذ، التنوين هو نون ساكنة تنطق في نهاية الاسم ولا تكتب. مثلا لدي كلمة وردن، اكتبها بهذا الشكل تنوين الفتح وانطقها، تنطق وردن ان ساكنة. قطارا تكتب بهذا الشكل وتنطق قطارا نون ساكنة، عليها سكون لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. اذا كان التنوين ينطق نون ساكنة وحرف الان نون ان في نهاية الكلمة، مثل كلمة قطارا تنوين الفتح وكلمة إيمان تنطق بالنون نهايتها، كيف أفرق بين حرف النون أو الإن والتنوين؟ هذا هو سؤالنا لهذا اليوم، كيف نفرق بين النون حرف الإن وتنوين الفتح والضم والكسر، وكيف نتجاوز الأخطاء الإملائية لنرى كيف نفرق بين النون والتنوين. مثلا لدي كلمة وردن، كلمة وردن نهايتها تنوين الكسر، تكتب وردن بحرف النون، هنا خطأ، هي فقط تنطق وردن ولا تكتب، هكذا تكون خطأ، هذا هو الخطأ الإملائي، هو الخطأ الإملائي عندما أقول وردن يقوم أكثر التلاميذ بكتابتها بهذا الشكل وهذا هو خطأ. إذن كيف أعرف أن هناك في نهاية الاسم إن أو تنوين؟ أقوم باختبار لهذه الكلمة، ما هو الاختبار؟ أحذف هذه النون، أكتبها بالخطأ الإملائي وأحذف النون. إذا بقيت كلمة مفهومة ورد، ورد هنا الداء مجردة ما فيها تنوين، ورد كلمة مفهومة، أفهم من عندها كلمة ورد، كلمة مفهومة، إذن هي تكتب بالتنوين. لماذا تكتب بالتنوين؟ لأن التنوين يكون زائد عن الكلمة، إذا حذف لا يغير من معنى الكلمة. مثال ثاني، مثال كلمة أرنب، أرنب يخطأ التلاميذ بكتابتها بحرف الإن، نهاية الكلمة إن ساكنة، كيف أضع لها اختبار؟ هذه كلمة أرنب، أحذف من عندها حرف الإن الذي وضعته في الخطأ الإملائي،
بقيت لدي كلمة أرنب بدون تنوين ولا إن. أرنب. إذن أرنب كلمة مفهومة. فهمت؟ أرنب كلمة مفهومة، اسم حيوان. إذن ماذا يأخذ؟ نون أو يأخذ تنوين؟ أسمعك عزيزي التلميذ، نعم يكتب عليه تنوين، كأن يكون تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر. إذن تأخذ تنوين، لماذا؟ لأن عندما أحذف النون من عتها أو الإن تبقى لدي الكلمة معناها مفهوم. إذن تأخذ تنوين، لماذا؟ لأن التنوين زائد عن الكلمة لا يغير من معنى الكلمة الأصلية. أيضا لدي مثال آخر، كلمة زورقا. زورقا اكتبها بالخطأ الإملائي، زورقا هذا حرف النون. إذا حذفت حرف النون أو التنوين بقيت لدي كلمة زورق ساكنة، أضع لها سكون، الحرف الأخير أضع له سكون، لا أضع التنوين ولا أضع النون، زورق فقط، أخذ زورق. زورق إذن كلمة مفهومة. ماذا أضع لها؟ أضع لها تنوين، لأن التنوين زائد عن الكلمة لا يغير من معنى الكلمة. إذن كيف أختبر الكلمة؟ كيف أضع لها نون أو تنوين؟ أخذ الكلمة أكتبها ساكنة بدون تنوين، أكتب ورد فقط، أكتب قطار فقط، أكتب برق فقط. إذا بقيت لدي الكلمة وهي حرفها ساكن الأخير عليه سكون، هذا هو السكون. إذا بقيت لدي الكلمة وهي ساكنة لها معنى، إذن هي تكتب بالتنوين، والتنوين لا يغير من معنى الكلمة الأصلية، التنوين زائد عن الكلمة. لدي كلمة إيمان، كيف أختبر إيمان؟ تكتب بالنون أم تكتب بالتنوين؟ أحذف الإن الآخرية الساكنة في نهاية كلمة إيمان. بقيت لدي كلمة إيما. إيما هل لها معنى؟ لا تفهم، كلمة لا يفهم لها معنى إيما. إذن هذه النون هنا أصلية، الإن هنا أصلية لا تحدث. إذن تأخذ إن ولا تأخذ تنوين، لأن الإن عندما نحذفها تتغير، يغير من معنى الكلمة، وإذا تغير معنى الكلمة، كلمة غير مفهومة، إذن هي النون أصلية وليست تنوين، لا تأخذ تنوين. كلمة رمضان. رمضان كلمة رمضان، إذا حذفت النون بقيت لدي كلمة رمضا. رمضا هل أفهم منها شيء؟ لا أفهم. إذن هي النون هنا أصلية أم أكتب لها تنوين؟ أسمعك عزيزي التلميذ، نعم أصلية، لأن هي من أصل الكلمة رمضان، حذفتها بقيت لدي نصف كلمة لا يفهم معناها، إذن أضع لها إن وليس تنوين. مثال ثالث، كلمة زمان. زمان أحذف الإن، أحذف الإن تبقى لدي كلمة زما. زما لها معنى؟ ليس لها معنى. إذن هنا الإن أصلية أم أضع لها تنوين؟ نعم الإن أصلية. زمان، زمان كلمة زمان. هذا هو الفرق بين تنوين الفتح والضم والكسر، وبين النون الأصلية التي تكون من أصل الكلمة وعندما تحذف تغير من معنى الكلمة، التنوين زائد لا يغير من معنى الكلمة. الكلمات التي تحتوي على ال المعرفة بال لا تنون، لا يضع لها تنوين، الوطن، المطر، الولد، مثل العلم، الورد، القلم، هذه الكلمات لا أضع لها تنوين، لا تأخذ تنوين، لأنها تحتوي على هذه ال، هذا ال في البداية، هذا إذا وجدته في الكلمة، هذه الكلمة لا تأخذ تنوين، لا تنوين ضم، ولا تنوين فتح، ولا تنوين كسر. هنا يكون التنوين خاطئ مع الكلمة التي فيها التعريف أو ال. عزيزي التلميذ، ابدأ بقراءة هذه الكلمات واملأ الفراغات المناسبة وضع الحل في التعليقات لكي أرى مدى استيعابك للدرس ومدى استيعابك للفرق بين النون أو الإن والتنوين، أنواع التنوين الثلاثة، هذه هي النون وتنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر، وهذه كلمات
كلمات وفيها فراغات في نهاية الكلمة. ابدأ بالتفكير كيف تضع هنا حنان. حنان أضع لها نون. حنان هذه وحدة حليناها. حنان هنا كتاب وضعنا لها تنوين ضم. كتابا وضعنا تنوين فتح. هذه كتاب فقط. ماذا أضع لها؟ ماذا يناسبها من تنوين؟ قطار. ماذا أضع له؟ ماذا أضع له؟ تنوين أم نون؟ قرآة. قرآة كلمة ناقصة أم مفهومة؟ إذا كانت ناقصة قرآة أضع لها نون، وإذا كانت مفهومة أضع لها تنوين. جينا كلمة ناقصة أم مفهومة؟ إذا ناقصة أضع لها نون، وإذا كاملة ولها معنى أضع لها تنوين. ورق كلمة ناقصة أم مفهومة؟ إذا كاملة ومفهومة أضع لها تنوين، وإذا ناقصة أضع لها نون. هذا هو تدريبنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.